السلام عليكم مرحبا بكم معايا على قناة كويزين سامي زاد. يومكم طيب معطر بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله الفيديو ديالي هذا يلقاكم بخير ومهنيين آمين يا رب العالمين نقول لكم صباح النور صباح الخيرات والمسرات صباح النشاط صباح الحيوية إن شاء الله مشتور راني درت لاتاي ديالي راهي طيب ودراري سخنت لهم الحليب نوضتهم هكذا باش يغسلوا ويوجدوا روحهم حبيت نتقاسم معكم هذه اللحظة هذه باش نذكركم نذكر نفسي باش نوقفوا ونصهروا على نظافه الايدي تاع ولادنا حنا دوك رانا كبار كما يقولون رانا خدينا الدرس وخدينا العبره من هذا الوباء وعرفنا انه نظافه الايدي وكي نغسلوهم باستمرار هذاك هو الشيء اللي حيسلكنا يسلكنا هذا الشيء سلك بزاف الناس يعني سلكت من الموت ويعني قدرنا يعني كما يقولون نحاصروا هذا الوباء غير بالنظافه تاع الايدي دونك ان كي نستعملوا هكذا ان سافون انتي باكتيريان كيما هذا تاع بيتا ديرمين لوالم جميع افراد الاسره الصغار والكبار وفي نفس الوقت يعني صابون مليح وعن تجربة البنات يعني المليح فيه أنه ما ينشفش البشرة وحاجة مليحة تاني أنه صابون يعني طبي مخدوم كما نقولوا بزيوت جودة عالية أه فوالا دونك على نظافة تا الأيدي تاع ولادنا ونفهمهم باللي يعني لازم يغسلوا يديهم قبل ما كيجوا من برا قبل ما ياكلوا بعد ما ياكلوا بعد ما يدخلوا الحمام ونفهمهم باللي تاني كي يغسلوا يديهم لازم على الاقل يعني تجوز هكذاك واحد 30 ثانيه وهما يغسلوا هذه باش تكون كافيه باش نقضيو على كامل البكتيريا ولا الفيروسات اللي تكون في اليدين وهكذا بهذه الطريقة غسل اليدين راح يرجعك شغل حاجة تعروتين حاجة يعني يديروها الدراري بكل تلقائية وهنا كما راكو تشوفوا معايا بعد ما راحوا الدراري <applause> راني درت ثلاثة ديالي في الكالم آلاز هكذا باش نستبن ونستمتع به بهذه غريبية الكوكاو اللي عملناها مع بعض ونحب نشكر كامل الأخوات اللي جربوها نقول لكم بصحتكم ولي مازال ما, ما جربوهاش نقول لكم واحد البنة واش نقول غريبية بالكوكاو هكذا مع لاتاي تجي روعه روعه هناك آه هنا كما راكم تشوفوا صباح كما قلت لكم نحب نقعد شويه راسي آه بعيد على هذاك الضغط على بالكم حنا الامهات سورتو اللي عندهم دراري يقرا عندنا واحد الضغط تقريبا من السبعة تاع الصباح تلت منيا غير ربع وحنا مع الدراري انت البس انت نوض انت أغسل يعني ونجوز واحد انا شخصيا يعني نجوز واحد خمسة 45 دقيقه كامل شغل ضغط فيها شويه دونك غير روحوا الدراري نحب نستمتع بهذا لاتاي هذا بالنعناع كيما راكم تشوفوا آه، نشوف شويه لي كومونتير نضرب طلع الانستغرام ديالي نشوف شويه لي ميساج آه، او ميم طون الا ما حطيت فيديو تاني نحب نشوف نشوفو آه، نشوفوا هكذا فلاتي نشوف كشما ما نقائص نشوف واش كاين آه، نشوف تاني دي فيديو واحد اخرين تاع زميلاتي او آه ميم طون كيما قلت لكم نجاوب شويه على التعليقات واللي ما رانيش نجاوبهم نقول دائما نقولهم لهم, نقول لهم سمحوا لي في لو ولا في الانستغرام ولا في في, في la page la Facebook. على كل حال تاني نحب نشكركم كامل على آه هذاك الخبز اللي عملناه بالزيتون والفخوماج آه واحد التطبيقات والله العظيم يعني غير روعة 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 راني يعني فرحانة بزاف اللي نجحتوا فيه آه بتاعنا تاعنا تاع فيسبوك مطبخ سامرة وحباباتها راه معمر غير بالخبز آه هذاك اللي درناه يعني فرحت بزاف اللي عجبتكم الوصفة وان شاء الله تحتفظوا بها وتعتمدوا آه عليها في شهر رمضان آه الكريم اللي ان شاء الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والربح امين يا رب العالمين بعد ما آه خديت هذيك لا بوز هذيك تاع لاتاي يلا دوكا الى العمل والى النشاط <applause> هنايا بديت بلا شامبر تاع دراري فوالا خملت لهم كامل كامل الفراش ديالهم يعني انا مالغري يكون الشتا يكون البرد يكون ثلج يكون واش يكون لازم نحل شويه تواقي هذوك هكذا باش يتغير هذاك الجو تاع الغرف لو كان يعني واحد هكذاك عشر دقائق ربع ساعه ممكن نحلهم يعني نحسوا بهذاك النشاط نحسوا بتجدد هذاك تاع الهواء هذاك هو اللي يخلينا يعني نشطين يعني ويبعث فينا هذيك الطاقه الايجابيه يعني مع الشغل مع الروتين روتين كما العاده شويه يعني غبره فراش تسياق كما العاده آه هذا هو يعني كما يقول الروتين تاع المراه الماكثه في البيت ومليح تاني لو كان هكذا كنكونوا مع شغلنا يا يعني اما نديروا صوره البقره ونحلوا النوافذ كامل وتاني من الاحسن نخلو اللسان ديالنا رطب بذكر الله نذكروا ربي سبحانه يعني خاصا لا حول ولا قوه الا بالله نصلي ونسلم على الرسول عليه الصلاه والسلام منها رانا خدامين منها رانا يعني ناخذوا في الحسنات ومنها تاني ما نشعر نحسو بهذاك الشغل كيفاش يجوز لانه مع الاذكار ربي سبحانه يعطينا كامل القوة وهذيك النشاط وما نفيقوش بدك الشغل كيفاش يخلص أنا كما شتو البنات بعد ما جوزت قبل بالين نحي كامل هذيك الغبرة الكبيرة ولا فان جوز حتى لاسبيغاتور ومن بعد جوزت نشاف هكذا أعزكم الله باستعمال سائل التنظيف تاع لايف وهذاك المعطر برائحة الورد الأبيض واش نقول لكم يبعت بالانتعاش يعني روعة روعة وجبة الغداء اللي أنا رايحة نتقاسمها معكم ودايما في إطار الوصفات الرمضانية جبت لكم واحد الفطائر واش نقول يا البنات توب تو توب من أروع ما يكون تحفة يجو بزاف بنان نبدأ بسم الله في الوصفة ديالنا هنا في الوعاء ديالي حطيت كاس تاع حليب يكون دافي حطيت عليهم مغرفة كبيرة تاع سكر ومغرفة ماشي معمرة مليح تاع خميرة الخبز الفورية نخلطهم هكذا خلط خفيف زدت عليهم زوج مغارف كبار تاع الزيت ونخلط دائما هكذا بالفوي اليدوي زدت عليهم هنايا مغرفه كبيره معمره تاع ياوغورت ناتور يعني تقريبا نقولوا نص بوطه تاع ياوغورت طبيعي ثاني نخلط هكذا غير بالفوي نزيد هنا حبة بيض إلا كانت الحبة تاع البيض ديالكم كبيرة حطوا برك البياض والصفر احتفظوا به باللادوغوغ أنا درت حبة بيض كاملة لأنه هذيك حبة تاع البيض راهي صغيرة زدت هنا واحد نص مغرفة ولا مغرفة صغيرة ماشي مع مرات على الملح أو الملح راح يكون على حساب الذوق نكمل نخلط مليح مليح بالفوي اليداوي بعد هنا نبدأ ونزيدوه في الفارينة نزيدوها آه بالعقل نزيدوها تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينه تكون آه تكون نوعا ما يعني طريه هايليك نزيدوا الفرينه شويه بشويه تاني هاد العجينه هادي ساهله تاني البنات ما تعيش ما تتعبش وتجي تاني بنينه ما فيها لا جهد ولا دلك ولا تعب كما قلت لكم دائما انا نحب نجيب لكم وصفات اللي ما يتعبوكمش او ميم طون النتيجه راح تكون مبهره شوفوا هاو القوام اللي نتحصل عليه هنا في هذه المرحله ما استعملتش كامل يدي غير بلا برك في الاخر بعد ما طميت العجينه ديالي نزيد لها مغرفه تاع زبده ولا مارغرين تكون طريه بدرجه حراره الغرفه آه نزيدوها هكذا يعني مغرفه تكون مع مليح هنا من الاحسن في هذه المرحله نستعملوا الايدي واللي عندها البيتخان تحب دير في البيتخان دير انا كما قلت لكم ما يعني ما حبيتش نستعمله هكذا يعني لانه العجينه اولا ما فيهاش بزاف تعب وثانيا باش الاخوات كامل يعني تكون عندهم فرصه باش يجربوا هذه هاد المملحات هذوما هكذا نحاول ندخل هذيك العجينه الزبده عفوا في العجينه كامل هاي ليك شوفوا تحصلوا على واحد العجينه رائعه طرية وتجي ما شاء الله وتوليك شغل ليس وتولي تلمع تاني هنايا في الاخر بعد ما طميتها مليح مليح نزيد لها واحد مغرفة تاع الزيت هذيك المغرفة راح تتعاوني باش يعني نزيد نكمل نطم مليح العجينة ديالي وفوالا نغطيوها بالفيلم اليمونتير ونخلو العجينه ديالنا راهي تخمر اونطرو انا نروح نوجد الشريبه ديالي هاي ليك آه كان دراري واحد يقول ماما عدس واحد يقول آه شربه أه داروا القرعه فينالمون طاحت شربه شربه فيغميسال هنا راني دوزنتها درت شويه تاع الدجاج شربه فيغميسال نحب نديرها بالدجاج تجي بنينه البصل أه الطوماطيش أه طوماطيش تاع الباطا نظن يعني ما كاش ما ديرش ولا ما تعرفش دير الشربه أه فيغميسال قليت كلش مع بعض ملح فلفل كحل القزبر المرحي كميه كبيره تهلاو فيه وتاني أه القصبة عكري فالا والعكري أه قليتهم كامل مع بعض ومن بعدها مرقت وهنا درت لها البنات الخضرة درت لها حبيبة تاع زرودية غابي ودرت لها تاني نص حبة قرعة غابي هكذا باش المريقة هذيك ما تجيش كيما نقولوا مايها بزاف وتجي خاطرة باسكو يعني ما عندناش فريك ولا حاجة مرقت رميت لو بوكي ديالي اللي فيه كرافص نعناع والحشيش مقطفه غلقت على لا كوكوت مينوت ودوكا نروحو نوجدوا مع بعض لا فارس تاع الفطائر ولا تاع المملحات ديالنا هنا عندي واحد نص آآ 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 نص كيما نقولوا صدر تاع الدجاج وقطعته الى إيه قطع هنا حطيت عليه واحد المغرفه كبيره تاع البصل هاد البصل نحيتو كيد كيدوز انت الشربه نحيوه نتوما الا كان ما نحيتوش تقدروا هنا بيسك انا حين كلش في لو غوبو ديروا هكذاك واحد ربع حبه تاع بصل يعني حبة تاع ربع حبة بصل متوسطة زدت هنا شوية تاع معدنوس يعني نقطعو هكذا خشين باسكو حيت ترحى كلش ونرحي كلش في هاد الغوبو هادا تاع غوبيس اللي كنتو شفتوه معايا دونك الأخوات اللي ملحقوش على هاد الغوبو باش يعني يكسبوه فوالا دونك الغوبو هادا راه عاودو جابوه إن شاء الله يعني تقدرو كامل كامل نتوما لاكو حابينو تقدرو تحصلو عليه وراح تلقاو آه الاستمارة مع رقم الهاتف في صندوق آه الوصف هكذا باش تطلبوا هذا لغوب وهذا اللي آه فيه ستة آه آه يعني دير ستة حاجة على كل حال كوشتوه معايا من قبل هذا برك يعني كما نقوله كتذكير للأخوات اللي ما شافوش آه الفيديو دونك هذاك صدر الدجاج اللي كنت رحيته حطيته في أمبول زدت عليهم غرفة كبيرة على شابلوغ والتوابل عندي أهم تابل اللي هو تابل تا الدجاج ممكن تعوضه بالكوري ولا بتابل توابل تاع الشاورما عندنا فلفل كحل عندي شويه قصبة ملحى وعندي ايضا شويه تاع زنجبيل هنا زتلو لهم غير واحد مغرفه كبيره تاع الزيت هكذا باش ما يجيش ناشف بلا ما نسوا الملح نخلط كامل هاد المكونات مع بعض لا فارس تاع هاد المملحات راح نديروها البنات ما طيبش كيما شتو دونك نوجدوها برك هكذا نخلوها تكوتي هنا هاي ليك العجينه ديالي راهي ضعفت في الحجم ديالها وراهي خمرت خمرتها مره واحده دوكا نروحو نديغازيو ولا بات ديالنا حطيت العجينه ديالي فوق لو بلون دو ونشكلها هكذا شغل على حربوش ومن بعد نقطعوها الى قطع ديروهم على حسب ما تحبو الحجم نتوما آه هاي ليكم بعد كل قطعة نكوروها هكذا على شكل كرة نرش مكان العمل ديالي بالفرينة هكذا باش ما تلصقليش هادوك الكريات آه واحد العجينة البنات رائعة بزاف هايلة هذيك المغرفة تاع زبدة اللي درتها لداخل عطت لها واحد القوام هايل يعني وسهلة بزاف في التشكيل ديالها نغطيهم ونخليهم يرتاحوا شويه هنا الشريبه تاعي كانت طابت حليت لاكوكوط عليها رميت لها شويه تاع الفيرميسال هذاك الدجاج اللي كنت درتو نحيتو فتتو عاودت رجعته للداخل احنا نرميها هكذا دوكا حبيبه تاع الحار نعاود لها دي فوا التوابل هكذا في الاخير باش تبقى محافظه على البنه ديالها ونسنى عليها تغلي غليه زوج ونطفي عليها وتعرفوا الفيرميسال اه ما يحبوش طيب بزاف وفي الاخير نرمي لها تاني الحشيش اه وشويه نعناع هكذا باش حتى هما يطلقوا البنه ديالهم والشريبه تاعي دوكا راني تهنيت منها راهي طايبه دوك نروح نكمل هذوك المملحات هنا كما شفتوا لا تاع الدجاج راهي واجده دوكا خديت هنا الفروماج تاع تارتي اليوم استعملت وقطع تاع نعمر هكذا كمية في اون بوش جو هكذا باش تسهل عليا الخدمة دوك تاني نزيد نوجد شوية جبن مبشور هذا تاع مايسترو تاني ناخد كمية منه و نسكرفجها يعني كي نوجدو هكذا كل حاجة من بعد الخدمة راهي رايحة تجينا سهلة بإذن الله بعد ما وجدت كلش قدامي دو كان بدأ نشكل في المملحات ديالنا ومن الأحسن نسبقو ولا لازم ماشي من الأحسن لازم نسبقو فأول أول كرة تاع العجين اللي لأنها تكون ارتاحت وتجينا سهلة في الخدمة نرش مكان العمل ديالي غير بشوية تاع فرينة ما نكتروش ونحل العجينه ديالي على الشكل الدائري هذه المملحات راح نعطيهم لكم بشكلين وبدو فار ثاني يعني حتشوفوهم البنات صدقوني يجوا بزاف بنان ويجوا هايلين هكذا باش نغيروا راني يعني نحاول نكثر لكم المملحات لانها من الوصفات الاكثر طلبا خاصه في شهر رمضان الكريم وتاني من الوصفات الصيفيه تاني يعني اللي آه نحبوا بزاف هاد النوع تاع المعجنات في الصيف يعني ساهلين خاصة على وجبه العشاء نديروهم يجو بزاف بنان نقدروا نرافقوه مع العصائر ولا يعني ندوهم معنا في الخرجات الصيفيه تاني ويوالمو تاني كما قلت لكم في شهر رمضان الكريم نرافقوهم مع لي سوب ديالنا ومع الشوربه ديالنا هكذا باش نغيروا شويه آه كما قلت لكم نحلو العجينه على شكل هكذا دائري نحاولو نرققوا شويه الاطراف ومن بعد نحطوا الفخوماش كامل تولتوغ آه هكذايا نخلو آه شويه واحد 1 سنتيمتر هكذاك على الـ على الحواف ومن بعد نغلق على هذاك الفخوماج كما قلت لكم برك نرققوا شويه الجوانب هكذا باش يعني ما يجوناش معجنين وكي نغلقو نعبزو مليح مليح هكذا باش ما يخرجش معنا هذاك الفرماج ونسقمو الفطيره ديالنا هكذا باش تبقى محافظه على الشكل الدائري الشباب ديالها ونحطها في سنيوه اللي كنت فرشت لها بابي كويسون ولا اللي ما عندهاش بابي كويسون ممكن تدهنيها برك بشويه تاع الزيت هذه آه هذا الشكل الاول البنات اللي, اللي عطيته لكم دوكا نروحو نشوفو مع بعض الشكل الثاني تاني اللي هو حتى هو شكل بزاف شباب آه وحنا عملوا له ثاني كما قلت لكم اون آه اخرى راح تكون سهله سهله في التحضير لا هذه دوك تشوفوها معايا البنات هذه آه المره العجينه نحلوها تاني رقيقه بنفس السمك آه تقريبا هكذاك آه واحد 3 مليمتر هكذاك ولكن هذه المره نحلوها هكذاك شغل اوفال آه شكل بيضاوي بالطول وبعد بعد بنفس الطريقه نحطوا الجبن كامل صاير داير على العجينه هذه ونغلقو على الجبن بنفس الطريقه نغلقو ونعبزه مليح مليح هكذا باش ما يتفتحوش معنا في الفرن انا يعني كاين حبات اللي تحلوا شويه يعني ناكد عليكم باش نتوما تاني ما في نفس الاخطاء اللي طحت فيها انا نعبزو مليح مليح هاوليك الشكل الثاني دونك عندنا الشكل الدائري وعدنا هذا الشكل البيضاوي ولا الشكل اوفال ولا الشكل بالطول المهم هذا الشكل هذا كيما شفتو معايا الحبه اللي نشكلها نحطها في سنيوه ومن بعد نجيب هنايا عندي صفار تاع حبه بيض زدتو شويه حليب ولا تقدروا تزيدوا قهوه سريعه الذوبان ومن بعد ندهنوا كامل هذوك الجوانب بصفار تاع البيض هكذا باش تكون عندهم تحميره شابه أكو تعرفوا السر تاع الخبز والجمال ديالو كامل راح يكون في التحميره وكيكون طايب بيان راح يكون عنده منظر بزاف شباب ويكون شهي هنا البنات نروحو نشوفو لا فارس تاع الفطائر اللي جايين بالطول هادوك شوفوني حندير لهم حبه تاع مرقاس هكذايا بهذه الطريقه هذه المرقاس هذا كنت طيبته يعني طيبته عادي في مقله طاب حتى خرج كامل هذاك اللي دام اللي يكون فيه ما نقدروش نديروه هكذا خضر لانه تعرفوا المرقاز يطلق بزاف ليدام وكامل لذلك من الاحسن نتخلصه كامل من هذاك ليدام اللي, اللي يكون فيه باش نحطوه في هذا الفطائر هدوما هكذا نحاولوا يعني نغلقوا هكذا باش ما يكونش عندنا بزاف الفراغ المركز هذاك يكون يعني نقدروا نقسموه شويه هكذا باش يجينا في هذوك الفطائر وبالنسبه للمدورين هادوك تاني شوفوا نحطوا لهم قبل شويه تاع الفخوماج غابي ميم هادو ما اللي فيهم المرقاز تقدروا تسبقوا لهم تاني فخوماج غابي ومن بعد تحطوا هذاك المرقاز دوكا آه نولوا لهذيك لا فارسي على الدجاج اللي حضرناها مع بعض اللي تقدروا تعوضوها تاني في بلاصه يعني الدجاج ديروا لا فيونداشي ولا تقدروا ديروا داند اشي ندهن يدي بشويه تاع الزيت ومن بعد نشكلو هكذا هاد الدوائر تاع الدجاج هذوما ونحطوهم فوق هذاك الفرماج في هذاك في الوسط هكذا بهذه الطريقه هذه وفي كل مره يعني ندهنوا يدنا بالزيت هكذا باش نسهلوا علينا تشكيل هاد الاقراص هذوما تاع تاع الدجاج على الاطراف رشيت شويه جلجلان تحبوا ديروا شويه سانوتش ولا اي اعشاب ولا بذور منسمه هنا ديروا واش تحبوا ولا تقدروا تخلوهم هكذاك ومن بعد هذاك الجبن الابيض اللي بقى لي داخل لابوش ندير به خطوط هكذا من الفوق فوق المرقاز وفوق هذاك الدجاج هكذا بهذه الطريقه تقدروا تاني نزيدوا نحطوا شويه تاع الجبن المبشور من الفوق كاين حبات درت لهم جبن المبشور من الفوق جو روعه تاني جو ما شاء الله وندخلوهم الفرن يكون ساخن من قبل على درجة حرارة 190 إلى 200 درجة مئوية كي نشوفوهم حمارو شوية من تحتها نشعلو لهم من الفوق باش ياخذوا هاد التحميره الذهبيه الشابه هادي هامليك المملحات ديالنا بعد ما طابوا شوفوا ديك التحميره الشابه بيان دوغي كما نقول لكم دائما هاد كي الحاجه راح تجي بزاف شابه وتزيد من في البنه شكلهم بزاف شباب تقدروا هكذا وهم سخونين تدهنوهم بالبانسو من الفوق بشويه زبده ولا شويه تاع زيت الزيتون نقدروا نزيدو لهم من الفوق هكذا رشه تاع معدنوس والفطائر هم اللي هنا راهم واجدين نحيهم من السنيوه ونحطهم هكذا فوق اون هكذا باش ما ما يعرقوش شوفوا الشكل ديالهم والمنظر ديالهم بزاف شباب هادو ما اللي عملناهم بالمرقاز شوفوا ديك التحميره الشابه هذيك يجو ما شاء الله والاخرين اللي عملناهم بالجاج تاني يجو هايلين بزاف بزاف هادو البنات كما راكم تشوفوا في الفوق هادو ما درتهم كما قلت لكم درت لهم الفوقه شويه تاع الفرماج غابي والجبن هذاك الابيض درتو فوق هذاك الدجاج تولتو هكذا تاني جا المنظر ديالهم بزاف شباب وفي الاخير طاولة الغداء لاني يعني رايحة نتقاسمها معكم في شكلها النهائي ومحلاها الطاولة <applause> كتكون هكذا واجدة وكلش محطوط الله الله وخاصة يعني الانسان كيف العائلة ديالو ينسى كامل هذيك الوقفة وهذاك التعب تاع الكوزينة دونك الفطائر ديالنا في شكلهم النهائي لك هنا حاولت نعطيكم دو فارس ويعني شكلين هكذا باش تخيروا الشكل يعجبكم ديالكم ولا نتوما تاني في زوج الشريبه آه ديالنا شريبه فيرميسال هاي اللي هنا تاني اليوم راني درتها شويه ميد ما بصح واش نقول لكم والله غير جات عسل شهيتكم في الجنه شهيتكم في الصحه خياتي وهنا راني نحوس على هذيك حبه تاع الحار راني نقول شبيها ما حبش تبان واقي حشمت تخبات فوالا <تكلم> دوكا ودرت لهم يعني طبيسة على لا وهذه هي شويه فاكهه تاع الموسم شويه تفاح شويه شينا تاني هم آه الفطائر دوكا ما بقى لي برك نقسمهم لكم باش كيف كيفاش يجوا هاد الفطائر آه بزاف بنان البنات صدقوني يعني تاني هذه آه هاد الوصفة هادي ديروها في كما يقولوا احتفظوا بها آه راهي رايحة تنفعكم بزاف بزاف, بزاف كما قلت لكم في الصيف وحتى في الشتاء هكذا مع لي سوب ونرافقوها مع شربة في شهر رمضان الكريم ان شاء الله دونك هايلك ليك كيما شفتو لافارس تاعنا بالدجاج أه سي فارس لي ما طيبش وسهله في التحضير ديالها واذا قدرت ان شاء الله باذن الله نحط لكم هاد الوصفه هادي في قناتي الثانيه كويزين سامي دي زاد هكذا باش يعني تلقاوها بكل سهوله وتلقاوها مختصره بدون روتين خاصه الاخوات اللي ما يحبوش الروتينات آه، فوالا كان قسمت لكم يعني من كل حبه هكذا باش تشوفوا النتيجه اللي تحصلنا عليها وتشوفوا آه يعني هاد الفطائر كيفاش جاوا جاوا ما شاء الله من اروع ما يكون احتفظوا بالوصفه راكو رايحين تحتاجوها تحتاجوا ايضا هاد العجينه السهله والبسيطه اللي ما فيهاش تعب كبير تقدروا تستغلوها في عده وصفات هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله الوصفات اللي شاركتها معكم تكون نالت اعجابكم نقول لكم تهلاو في روحتيكم. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم في امان الله